السلام عليكم، يا مساء الفل يا مساء الجمال. اتمنى تكون المحاضره اللي فاتت شويه بقت اوضح وعالجنا موضوع الكواليتي، وتكون طريقه الشرح على البي دي اف جابت نتيجه ان شاء الله باذن الله، والمحاضرات عجبتكم. خلصنا زي ما احنا شفنا كده المره اللي فاتت الفصل السادس، ما خدش حاجه يعني، الحمد لله رب العالمين. شايف ان الماده الحمد لله رب العالمين كويسه، وهتستمر كمان في الفصل السابع ان شاء الله باذن الله بنفس المستوى المتوسط ده، يعني ما هي ماده هاديه الحمد لله رب العالمين، ماده كويسه، وان شاء الله باذن الله كمان في المراجعات. يعني لو ما لحقتناش في الفيديوهات اللي فاتت ومكسل شويه تتفرج على الفيديوهات كلها اللي فاتت، تابعنا في اللي جاي ان شاء الله باذن الله. وعلشان كده ما تنساش تسبسكرايب القناه على اليوتيوب وتشغل الجرس، علشان الفتره اللي جايه هي اهم فتره، وتلحق معانا المراجعات اللي هنعملها بإذن الله. وبرضو ما تنساش تقول لنا في الكومنتات رأيك في الحلقات اللي فاتت، ورأيك إزاي هتمشي معانا في المراجعات. عايزها أسئلة ولا عايزها تلخيص، ولا نعمل الاتنين ونريح دماغنا؟ يعني احنا ممكن ده، وده اقتراح عليكم، يعني ممكن تشوفوا عايزين ايه، ان احنا نلم المنهج كله مثلا في ساعة، وفي فيديو يعني ساعة، ونقول اهم النقط اللي ذكرت في الثمان محاضرات بالمحاضرة دي ونلمه في محاضرة واحدة، ولا نخش على طول على الاسئلة. انا شايف ان ممكن نلخص المادة كلها في ساعة، وبعد كده نعمل محاضرة تانية للاسئلة، ونشوف شكل الاسئلة عامل ازاي. عندنا كتاب تطبيقات، ممكن برضو هنبقى نرفعه ونسيب اللينك بتاعه في بعد كده، يعني في ساعة فيديوهات المحاضرات الأخيرة أو المراجعات الأخيرة إن شاء الله، هنرفعه إن شاء الله ونسيبه لكم علشان تمشي إيدك شوية على الأسئلة، لأن كل الكلام اللي اتقال أو كل الشرح ملوش أي 30 لازمة من غير ما تمسك أنت ورقة وقلم وتبدأ تحل. عدوك الأول والأخير في الامتحانات هو الوقت، ده العدو الأكبر ليك. ممكن تبقى فاهم، ممكن تبقى عارف، ممكن تبقى كله تمام، في عدو اكبر ليك هو الوقت. الامثله بتاخد وقت شويه طويل، وخصوصا الامثله بتاعت الماده بتاعتنا او بتاعت المحاسبات عموما بتاخد وقت كبير، حتى لو الاسئله هي صح وغلط ومع بيان السبب. انت محتاج تقرا السؤال كويس جدا علشان هو صح وغلط، يعني بتلعب بالالفاظ، فلازم تبقى فاهم كويس جدا علشان تقرا الامثله علشان تقدر تجاوب عليها لو انت جامعتك فيها النظام ده، او لو جامعتك فيها نظام الاسئله المطوله او الامثله زي اللي احنا بنشرحها هنا، فده هيبقى بالنسبه لي انا حاجه كويسه جدا، لان احنا هنتدرب عليها وهنشتغل عليها ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه بقوه. يعني مش هنسيب حته في المنهج باذن الله الا لما ندوس عليها مره واثنين وثلاثه. بس المهم اولا واخيرا، غير ان انت تلايك الفيديو وتسبسكرايب القناة على اليوتيوب وتفعل الجرس عشان خاطر المحاضرات النهائية بإذن الله توصلك أول ما نرفع الفيديو، الأهم انت تمسك ورقة وقلم وتبدأ تحل بنفسك الفترة الجاية كل مثال والنقطة اللي تقف معاك، يا إما نمرة واحد ترجع للفيديوهات، يا إما لو ما عرفتش توصل وعايز الموضوع يبقى أسرع ابعت لي هنا، تسيب لي كومنت أو تسيب لي كومنت على الفيسبوك او تبعت لي رساله على الفيسبوك، ايا يعني كانت الطريقه ان شاء الله باذن الله هفهمك اللي انت اللي وقع منك باذن الله، او حتى اشاور لك على مكان الفيديو اللي تخش على طول تسمع الشرح. وبس كده، يلا بينا نبدا شرح الفصل السابع والمحاضره رقم 8، وده اخر حاجه المحاضره الاخيره في المنهج، وهي محاضره هاديه جدا جدا، يعني زي الفصل السادس وزي الفصل الخامس. تعال نشوف. يلا بينا نقول بسم الله ونتكلم على الفصل السابع والاخير في الماده بتاعتنا، وهي انقضاء وتصفيه شركه التضامن. انقضاء وتصفية شركة التضامن واضح قوي من المثال ان احنا بنهي، او من العنوان ان احنا بنهد الشركة خلاص بنجيبها ارض، بس في كام طريقة ان انت تجيب الشركة ارض، وفي كام سبب ان انت تهد الشركة. تمام، تعال نشوف كده بتتكون من ايه المادة بتاعتنا، ونجري بسرعة في الكلام النظري. انتوا عارفين ما بحبش النظري خالص، بحب اخد الكلام النظري
وانزل عملي على طول. فخلينا نبص كده بصه اسباب انقضاء شركه التضامن، يعني ايه هي الاسباب اللي تخليني الواجب عليا ان انا اهد الشركه. اشهار انقضاء شركه التضامن زي ما قلنا في الاول، وكل ما يحصل انفصال او انضمام ان لازم كل ما يحصل حاجه اعمل حاجه اسمها اشهار واغير ورق الشركه و و و الصور المختلفه لانقضاء شركه التضامن. اجراءات تصفيه شركه التضامن. المشاكل المحاسبيه للتصفيه السريعه، يعني انا وانا بصفي عايز اصفي بسرعه بيحصل شويه مشاكل محاسبيه نشوفها ونعرفها. المعالجه المحاسبيه لتحويل الاصول الى نقديه، يعني هبيع كل اللي موجود في الشركه من اصول ثابته واحول الاصول حتى المتداوله، احاول ان انا اسيلها، هيبقى عندي حاجه واحده بس اسمها النقديه او البنك ايا كان اللي انا هشتغل او هجمع فلوسي فيهم، مش هيبقى عندي غير الحسابين دول. هخلي كل الاصول، هبيع كل الاصول بطريقه ما هنشوفها دلوقتي واحولها لفلوس. المعالجه المحاسبيه لبيع الاصول، تحصيل الديون التي للشركه طرف الغير، حالات خاصه المعالجه المحاسبيه لسداد بقى الالتزامات اللي على الشركه. يبقى احنا عندنا اسباب هنعرفها اول ما تحصل، يبقى واجب عليا ان انا اصفي الشركه وهنقول هي ايه، ولما اجي اصفي الشركه اصلا لو بصينا على قائمة المركز المالي بتاعت أي شركة اتوجدت هتلاقيه عبارة عن إيه؟ عبارة عن أصول. الأول هتلاقي في جانب مدين وجانب دائن. الجانب المدين بيتكون من أصول ثابتة ومتداولة، وكل اللي هنا في الأصول الثابتة والمتداولة أنا هصفيه، هاخد كل الأصول وأبدأ أبيع 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 بفلوس. الفلوس دي بتروح فين؟ بتعلي حساب النقدية اللي موجود في جانب الأصول المتداولة، تمام؟ وبعد كده أبص على الجانب التاني اللي فيه حقوق الملكية فوق بتتمثل في رأس المال والاحتياطي العام والحاجات اللي احنا عارفينها، وتحت منها الالتزامات، تمام؟ فأنا خلصت جانب المدين وحولت كل الأصول لنقدية فلوس، حولت كل حاجة اللي بعتها لفلوس، وجيت بصيت على الفلوس اللي عليا، وبصيت الفلوس اللي عليا دي عبارة عن ايه بقى؟ عبارة عن فلوس لأصحاب الشركة اللي هي بتتمثل في حقوق الملكية، وفلوس للغير اللي هي الديون اللي عليا، تمام؟ يعني أنا ببيع الأصول وبحولها لفلوس، بحصل اللي أقدر عليه من المديونيات، وبصفي كل اللي في جانب المدينين او المدين، وبروح على الجانب الدائن وبرضو اعرف حقوق الشركاء كل واحد فيهم حقوقه ايه، وادفع كل الالتزامات اللي عليا وليها طريقه من خلال الفلوس اللي انا سيلتها. وهي دي هو ده الفصل السابع بتاعنا، تمام؟ تعال ناخد بقى كده اسباب انقضاء شركه التضامن. الاسباب العامه، انقضاء الشركه او انتهاء مده الشركه المذكوره في العقد. انا مثلا عامل العقد بتاعي مده العقد 5 سنين قبل التجديد ما جددتش، اتفق الشركاء ان خلاص كده مش هنجدد العقد ومش هنعمل حاجه، تمام؟ طيب اجتماع الحصص في يد شريك واحد. هي شركه التضامن بتقوم على فردين فاكتر، شركة التضامن أصلها بتقوم على فردين فأكتر، فحد استحوذ على كل حصص الشركاء اللي موجودين معاه وبقى كل حاجة في إيده هو بس، يبقى لازم أوقع شركة التضامن وأقوم شركة فردية اللي هي درسناها في المحاسبة المالية والحاجات دي، هي شركة صاحبها فرد واحد، ما تبقاش شركة تضامن، فلازم الشركة اللي هم عاملينها تقع، تمام؟ هلاك اموال الشركه، مش لاقي الفلوس اللي هي مشكله الكاش فلو اللي
في اغلب الشركات بتحصل، وفجأة ما تلاقيش ان انت تدفع مرتبات، ما تلاقيش ان انت تدفع لموردين، ما تلاقيش ان انت تدفع لشراء مادة خام، ما تلاقيش ان انت تسوق، ما تلاقيش ان انت تعمل حاجات كتير، ما فيش فلوس خلاص، ما فيش تمويل، وبالتالي لازم الشركة تقع. صدور حكم قضائي، حد خد حكم قضائي عليك ان هي الشركة عليها فلوس او ايا كان، الشركة تقع. انضمام شركة الى شركة اخرى، يعني ايه؟ يعني صحاب الشركة هيضموا الشركة دي لشركة تانية، سواء شركة ايا كانت النوع، بس شركة مساهمة مثلا، وبالتالي هيبقى الشركة دول في شركة التضامن هيبقى ليهم حصص في شركة المساهمة، وبالتالي شركة التضامن مش هيبقى ليها وجود قانوني، وبالتالي لازم تقع. الأسباب الخاصة، انسحاب أحد الشركاء، اللي هي إيه؟ اللي هي الانفصال، اللي هي الانفصال اللي إحنا خدناها الفصل اللي فات، وفاة أو إعصار أو إفلاس أو الحجر على أحد الشركاء. لو حصل لأحد الشركاء أي حاجة اللي بيها بيفقد أهليته، سواء بالموت أو بإنه معهوش فلوس أو بإن حد من عياله مثلا أو حد من أهله حجر عليه، وبالتالي هو فقد أهليته في التصرف أو في قيادة الشركة أو في مسؤولياته، وبالتالي الشركة لازم تقع. إشهار انقضاء شركة التضامن، زي ما عملنا في البداية وإحنا بنقوم شركة التضامن، هنعمل ونبلغ كل الأطراف القانونية وكل الأطراف اللي بتعامل معاها إن تمام كده أنا خلصت، ما بقاش في شركة اسمها كذا، خلاص. بتبلغ في السجل التجاري، وبتبلغ في البطاقة الضريبية ومصلحة الضرائب، توقف البطاقة الضريبية عشان محدش يستخدمها تاني، ومحدش يوقف يطلع فواتير باسم الشركة تاني أو يستلم فواتير باسم الشركة تاني. بتعمل بيان كده مثلا في على حسب يعني ما أعرف أو المعلومات اللي عندي، بتقول إن آخر فاتورة ليك رقمها قد كده، رقمها كذا، بتثبت إن دي آخر فاتورة أنت عملتها فعليا جوه النشاط، وبالتالي أي فواتير تانية أنت مش مسؤول عنها، وعشان تخلص من قصة التهرب الضريبي والشغل مش عارف إيه والكلام من ده. وده بيبقى زي محضر كده فيه تفاصيل، وآخر فاتورة أنت استلمتها، وآخر موردين أنت اتعاملت معاهم، وآخر كل حاجة، خلاص كده أنت بتصفي، عشان أي حاجة بتحصل بورق أو بأرقام أو بأي حاجة ليها علاقة بالشركة بعد التاريخ ده وبعد القفلة دي تبقى مسؤولية تانية خالص بعيدة عني أنا. الصور المختلفة لانقضاء شركة التضامن، التصفية، وهي تعني بيع كل الأصول اللي احنا قلناها من شوية، بيع كل الأصول وتحصيل كل المديونية ودفع كل الالتزامات، تمام؟ يعني زي تاني نعيدها تاني، قائمة مركز مالي عندي أصول ثابتة وعندي أصول متداولة. الأصول الثابتة اللي فوق اللي هي أساس وكمبيوترات وسيارات ومش عارف إيه وكلام كتير كده، تمام؟ هاخد كل ده وأبيعه، احوله لفلوس، هبيعه واحوله لفلوس، فاصبح عندي الجزء اللي فوق بتاع الاصول الثابته خلاص اختفى في قائمه المركز المالي، اختفى. انزل بعد كده لو عندي بضاعه في الاصول المتداوله هبيعها، لو عندي مدينين عندي فلوس بره في السوق برضو هحاول ان انا احصل اكبر قدر ممكن او هحصلها كلها، تمام؟ يبقى كمان المدينين والبضاعه اتحولوا لفلوس. كل ما هو موجود في جانب المدين من قائمة المركز المالي في جانب الأصول الثابتة والمتداولة كلها بتتحول لإيه؟ بتتحول لفلوس. فبيبقى الجانب ده ما فيهوش غير حساب النقدية، تمام؟ بنروح على الجانب التاني بنشوف فيه حقوق الملكية اللي هو رأس المال والاحتياطي العام والحاجات دي، تمام؟ وبشوف كل واحد ليه إيه من الشركاء وعليه ايه، تمام؟ واعرف كل واحد رقمه كده في النهايه في حساب راس المال بتاعهم كلهم، كل واحد ليه ايه وعليه ايه، تمام؟ بس لسه مش هدفع لهم، تمام؟ انا لسه بجمع ارقام، علشان الدفع ده ليه طريقه ولازم تمشي عليها خطوه خطوه، لان هي حاجه ليها علاقه بالقانون قانونيه، فما ينفعش
تقول دي معالجة محاسبية، فيلا ندفع بقى للشركاء، ويلا ندفع للموردين، ويلا ندفع للناس كلها، ويلا ندفع المرتبات، ويلا ندفع الإجراءات القانونية، ويلا ندفع كل ده، ولا وفي فلوس ناقصة مثلا، أو فلوس ما تكملش. طب الفلوس لو ما كملتش هتدفع لمين وتسيب مين؟ هي دي الفكرة، هي دي الحاجة الوحيدة اللي هتشغل فيها شويتين تلاتة دماغك وانت شغال في حاجة اسمها حساب التصفية. حساب التصفية، وبعد كده هتشوف الدائنين، كل الناس اللي عليهم فلوس، اللي ليهم فلوس عندك كشركة، وتحدد بالظبط كل واحد فيهم ليه كام، وكل بقى المصروفات اللي على الشركة وكل الحاجات دي بتبقى جاية في خطوات، زي بالظبط كده الخبير لما بيجي يبيع هنجيب خبير علشان يعمل حاجة اسمها حساب التصفية، وهو قريب جدا من حساب إعادة التقدير، يعني نفس الفكرة بنفس الطريقة. تمام؟ طيب، المشاكل المحاسبية للتصفية السريعة، هنحول كل أصول الشركة لفلوس ونبيعها، وهنسدد كل التزامات الشركة، والباقي نشوف مين من الشركاء ليه إيه وعليه إيه، اللي إحنا شرحناها من شوية دلوقتي. المعالجة المحاسبية لتحويل الأصول إلى نقدية. طيب، المعالجة المحاسبية لبيع الأصول هي بيع الأصول دفعة واحدة، هيبقى عندنا القيود التالية: من حساب التصفية إلى مذكورين، الأصل الفلاني والأصل العلاني. يعني إيه؟ دلوقتي أنا بعت كل الأصول اللي عندي، الأصول دي في قائمة المركز المالي بتاعتي عبارة عن حاجتين: حساب الأصل، وتحت منه حساب مخصص الإهلاك، حساب الأصل وحساب مخصص الإهلاك بتاعه. لما أبيع الأصل يبقى حساب مخصص الإهلاك ملوش أي لازمة بالنسبة لي، يبقى بالتالي لازم عشان أبيع الأصل أتخلص كمان من حساب مخصص الإهلاك، وزي ما احنا عارفين مخصص الإهلاك بيقلل من قيمة الأصل، مخصص الإهلاك بيقلل من قيمة الأصل، زي ما شرحنا كده في قصة المدينين، وقلنا إن في حاجة اسمها مدينين، وفي حاجة اسمها مخصص ديون مشكوك فيها، وفي حاجة اسمها الديون الجيدة. الديون الجيدة دي بتبقى نتيجة طرح الرقم اللي عندي في المدينين ناقص مخصص الإهلاك بتاعها. يبقى بالتالي لما اجي ابيع او يقول لي هبيع كل الاصول، يبقى بالتالي لازم اتخلص برضو من كل الاهلاكات او مخصص الاهلاك او مخصص الديون المشكوك فيها بتاعتي. علشان اعمل الحركة دي بعمل حاجة اسمها حساب التصفية، وبيبقى حساب وسيط، حساب وسيط برمي فيه كل الاصول في جانب، وبرمي فيه كل الاهلاكات في الجانب التاني، وبشوف الفرق ما بينهم كام، وانا بعت الاصول دي بكام، واشوف نتيجة البيع اللي انا بعته ده الفلوس هل هي قد القيم اللي طلعت نتيجة طرح الاصل من الاهلاك، ولا اكبر ولا اقل. لو اكبر طبعا هتبقى ربح، ولو اقل هتبقى خسارة، وكل حاجة فيهم هيبقى ليها المعالجة بتاعتها بطريقة معينة. بس خلينا في النورمال دلوقتي، اللي هي ايه؟ اللي هي انا هرمي كل الأصول بتاعتي في حساب اسمه حساب التصفية، والأصل مدين، ولما عايز أقفله هحوله للجانب الدائن، يبقى القيد بتاعي من حساب التصفية إلى حساب كل الأصول إلى مذكورين، حساب كل الأصول اللي عندي. وعلشان أقفل الإهلاكات بتاعت الأصول، القيد هيتعكس من حساب مخصص الإهلاك أو من مذكورين، حساب مخصص الإهلاك فلاني، مخصص الإهلاك الفلاني، ومخصص الإهلاك الفلاني، ومخصص الديون المشكوك فيها، كل ما هو إهلاك، إلى حساب التصفية. بقى عندي في الجانب المدين كل الأصول، بقى عندي في الجانب الدائن من حساب التصفية كل الإهلاكات. وهبدأ بعد كده أشوف أنا بعت الأصول دي بكام نقدي، وأعمل القيد بتاعي من حساب النقدية اللي زادت بقيمة عملية البيع للأصول إلى حساب التصفية. يبقى حساب التصفية دخل وسيط معايا وأنا بقفل الأصول أو حسابات الأصول، ودخل وسيط معايا وأنا بقفل الإهلاك وحسابات الإهلاك، ودخل وسيط معايا كمان وأنا بستلم الفلوس الخاصة بعملية البيع. ونشوف بقى دلوقتي حساب التصفية
وهو في المبلغ الكامل اللي موجود عندي في قائمة المركز المالي بتاع الأصول، وهنطرح منه بالبلدي كده الإهلاكات بتاعة الأصول دي، وكمان هنشوف أنا بعت بكام، وعلى حسب الرقم اللي تحت هحدد ده مكسب أو خسارة، أو أنا ما كسبتش ولا خسرت، أنا بعتهم بتمنه. لو أنا بقى هبيع كل أصل على حدة، في بقى احتمالات. الأول هنصفي الأصل بإننا نرمي مخصص الإهلاك على حساب الأصل فيقل بقيمته بالقدة، زي ما شرحناه من شوية وقلنا من حساب مخصص الإهلاك إلى حساب الأصل بتاعه. من حساب مخصص الإهلاك إلى حساب الأصل بتاعه، يبقى أنا كده خدت مبلغ مخصص الإهلاك وقللت بيه قيمة الأصل. تاني، فلو فرضنا إن الأصل عندي 40,000 جنيه وأنا عندي مخصص بتاعه 10,000 جنيه، لما أخلي مخصص الإهلاك القيد بتاعي من حساب مخصص الإهلاك إلى حساب الأصل، يبقى أنا قللت كده الأصل بتاعي بقيمة المخصص بتاعه بقيمة 10,000 جنيه، يبقى الأصل بتاعي هيظهر في قائمة المركز المالي بصافي قيمته، بصافي قيمته الدفترية اللي هي 30,000 جنيه. وبكده بقى عندي صافي الأصل اللي هو بالعربي ناتج طرح قيمة الأصل من قيمة الإهلاك. وبعدين نشوف إحنا بعنا الأصل بكام، إحنا بقى فعليا بعنا الأصل بكام، ولو بقيمة أكبر من القيمة اللي عندي يبقى حقق ربح، ولو بقيمة أقل يبقى حقق خسارة، ولو بالظبط يبقى ما عنديش مشكلة. تمام؟ دول الثلاث حالات اللي هتحصل وأنا ببيع أي حاجة في الشركة. يبقى أنا بعد ما عملت القيد بتاع من حساب مخصص الإهلاك إلى حساب الأصل، وقللت قيمة الأصل بقيمة مخصص الإهلاك الخاص بيه، يبقى الأصل اللي ظهر عندي هو الصافي. وبالتالي لو أنا بعت الأصل بالقيمة اللي ظهر عندي بنفس القيمة، هيبقى مفيش مكسب أو خسارة، وهيبقى القيد بتاعي من حساب النقدية إلى حساب الأصل، وكده يبقى الأصل قفل عندي بنفس المبلغ بتاعه، وكمان المخصص قفل، وحساب النقدية هو اللي زاد بقيمة صافي الأصل. ولو لاحظت في الطريقة دي هتلاقي إن حساب التصفية ما ظهرش خالص وما استخدمتوش خالص. كل الحسابات اللي عندي أنا قفلت الإهلاك في حساب الأصل، ورميت الفلوس في حساب النقدية، وكمان قللت بيها حساب الأصل اللي وصلته لصفر، فيبقى الإهلاك قفل وحساب الأصل قفل، وهي النقدية بس اللي زادت معايا بقيمة عملية البيع اللي تمت للأصل ده. طيب امتى يظهر حساب التصفية في الطريقة دي؟ لو في أي فروقات، لو في أي مكسب أو لو في أي خسارة. إزاي؟ لو دلوقتي أنا الأصل بتاعي زي ما قلنا 40,000 جنيه قيمة الأصل، والإهلاك بتاعه 10,000 جنيه، رحت قافل الإهلاك في قلب الأصل من حساب الإهلاك إلى حساب الأصل، بالتالي هيظهر معايا بقيمة 30,000 جنيه. ففي حالة الخسارة أنا بعته ب25,000 أو ب20,000، وبالتالي هيبقى فيه مشكلة عندي إن الأصل ظاهر عندي ب30,000 جنيه وأنا بعته ب20,000 جنيه بس. إزاي أعالج الموضوع ده؟ القيد بتاعي اللي أنا عملته من شوية اللي هو من حساب النقدية إلى حساب الأصل ده ما ينفعش في الحالة دي، لأن هيبقى فيه فرق 10,000 جنيه. فأعمل إيه؟ أدخل حساب وسيط يتحمل الحساب الوسيط ده الخسارة، فهيبقى من مذكورين حساب النقدية وحساب التصفية إلى حساب الأصل بالقيمة بتاعته، وهيبقى القيم قيمة النقدية زائد الخسارة هتبقى هي قيمة الأصل. وبنفس الطريقة وبنفس المعالجة لو في مكسب هيبقى عندي برضو نفس المثال. لو أنا عندي أصل بقيمة 40,000 جنيه والإهلاك بتاعه 10,000 جنيه، وقفلت ال 10,000 جنيه في ال 40,000 جنيه بالقيد بتاعنا من حساب مخصص الإهلاك إلى حساب الأصل بال 10,000 جنيه، يبقى بالتالي أنا عندي صافي الأصل كام؟ 30,000 جنيه.
وانا بعت الاصل ب 40 او ب 50 الف جنيه، يبقى انا المفروض لما اجي اقفل، مش هينفع اقفل ال 50 الف جنيه النقدية في قلب حساب هو قيمته اصلا الصافي بتاعه 30 الف جنيه بس، اللي هو النت بتاع الاصل او الصافي بتاع الاصل، يبقى لازم ادخل حساب وسيط يتحمل الفرق ما بين الحساب النقدية اللي أنا حصلتها نتيجة البيع، فهيبقى القيد بتاعي من حساب النقدية بقيمة 50 ألف جنيه اللي أنا بعت بيها فعليا إلى مذكورين حساب الأصل اللي ب 30 ألف جنيه، ويبقى كده قفل حساب الأصل بالمبلغ بتاعه فعلي، وحساب التصفية ب 20 ألف جنيه، يبقى أنا حملت حساب التصفية أو ظهرت حساب التصفية أو في حساب التصفية ال 20 ألف جنيه اللي هي بتعتبر مكسب. حساب التصفية هو الحساب اللي لو فيه أي حاجة زيادة كأرباح هرمي في حساب التصفية، ولو فيه أي حاجة نقص في عجز في خسارة برميها برضو في حساب التصفية، علشان في النهاية أقول نتيجة حساب التصفية تحت مكسب ولا خسارة، كسبت من التصفية كسبت قد إيه، أو خسرت من التصفية خسرت قد إيه. زي بالظبط حساب إعادة التقدير، بالظبط هي هي حساب إعادة التقدير. إيه الغرض من حساب إعادة التقدير؟ هو إني أوصل لنتيجة إعادة التقدير، مكسب ولا خسارة. طيب، المعالجة المحاسبية لسداد الالتزامات عادي ما فيهاش أي حاجة. هنا بقى هنلاقي في ترتيب أولوية السداد حاجات يعني شوية بس عايزة ترتيب، شوية بس. في فلوس كافية أو مفيش فلوس كافية، يعني أنا التزامات عندي مثلا 100 ألف، أنا النقدية عندي 80، يبقى إيه هي الأولوية في الدفع؟ إيه هو اللي أدفعه الأول؟ طيب تعال نشوف إيه هو اللي أدفعه الأول. المصروفات القضائية ومصاريف التصفية وأتعبها، الناس اللي شغالة على التصفية، الناس اللي ما هو اصل التصفيه بتتم ازاي، مش انت كمحاسب او مش انا كمحاسب، بنجيب خبير زي اعاده التقدير، بنجيب خبير يصفي الشركه، تمام. الناس دي هتاخد فلوسها الاول، بسم الله هتاخد فلوسها الاول، رفعت بقى قضيه وعملت مش عارف ايه، ونزلت لفت على المديونيات وراحت مش عارف عملت ايه، ومصروفات قضائيه عشان خاطر تخلص الورق بتاع الشركه ان هي بتصفي والكلام ده كله، خلاص تمام. كل ده لازم بيتدفع، تمام. يبقى اول حاجه بتدفع هي ايه؟ هي مصروفات القضائيه ومصروفات التصفيه واتعبها، تمام. طيب نمره 2، حق الدوله، ما عندهمش هزار. اول حاجه بسم الله، بسم الله كده بعد ما خلصت يا عم الحاج واديت فلوس الموظف اللي عندك اللي بيعمل التصفيه اللي انت جايبه الخبير والمصروفات القضائيه بتاعتك، تعالى لي الضرايب، اي ضرايب مستحقه هتدفعها، ده اول حاجه، تمام. طيب اللي بعد منها ايه؟ اجورنا احنا بقى، اجور العميل، لو في اجور تدفع، دي تالت اهميه. يبقى اول اهميه هي فلوس التصفيه، كل فلوس التصفيه لازم تدفع، سواء كانت قضائيه او كانت مصاريف التصفيه نفسها. نمرة 2، حق الدولة، الضرائب، الضرائب المستحقة، أي ضرائب مستحقة بتضرب على طول تقول لك أنا عايز الفلوس ماليش دعوة، تمام. دي تاني حاجة. تالت حاجة حقك أنت بقى، حق الموظف، تمام. طيب بعد كده سداد الديون، سواء العادية اللي هي دائنون وأوراق دفع، أو الممتازة اللي هي القروض. يعني ايه؟ يعني انت لو عليك قروض وعليك اوراق دفع وعليك دائنون وما معكش فلوس الا للاجور، هتدفع الاجور ما تدفعش الباقي، نشوف بقى حل فيها قضائيا، تمام. طيب معاك فلوس طبعا التصفيه، ومعاك فلوس طبعا الضرايب، وما معكش فلوس تاني، يبقى الاول التصفيه وبعد كده الضرايب، وما تدفعش فلوس اجور العاملين، ونشوف دي قضائيا هتبقى شكلها عامل ازاي، تمام. فهي اولويات بتمسكها بالترتيب، بالترتيب، تمام. يبقى تالت اول حاجه مصاريف التصفيه اللي احنا قاعدين بنهري فيها دلوقتي، اللي هي الاتعاب والكلام من ده. نمره 2، الضرائب المستحقه عليك. نمره 3، اجور العاملين.
الناس اللي اشتغلت عندك اخر شهر مثلا، انت ما قبضتش في الناس اخر شهرين، انت اتزنقت وخدت القرار ان انت هتقفل الشركه والناس ما قبضتش بقى لها شهرين كده، يبقى اجور العاملين دي تالت حاجه. بعد كده بقى اوراق الدفع اللي عليك تسدها، الدائنون تسدها، والقروض بقى اللي عليك للبنك تسدها، والكلام ده كله. نيجي بعد كده لو في فلوس، سداد حقوق الشركاء من قروض او نصيبهم في الاحتياطي العام او الارباح المرحلة على حسب كل بقى الفلوس ما تكفي وعلى حسب كل واحد ليه ايه. بيقول لك هنا لو خدت بالك ان احنا بنقفل حساباتنا كلها، يعني هنلاقي حساب الاصول بيساوي صفر، خلاص حساب الاصول كله هيساوي هو، يعني خلاص بنصفي كل الحسابات، بنصفي مفيش حاجه اسمها قائمه مركز مال، مفيش عندي كل حاجه اتدمرت تمام، واهلاكاتها والمديونيات وكل حاجه، فمبقاش عندنا غير نقديه وعندنا التزامات، نقديه والتزامات تمام. وهنشوف برضو هنعمل ايه في الالتزامات. بقول لك ايه، ما تيجي ناخد مثال، لان انا صدعت اصلا من نفسي، انا صدعت من نفسي، فعبالك انت؟ لا تعال ناخد مثال. طيب يلا نقول بسم الله. مثال 16، الف وب وجيم شركاء في شركه تضامن يقتسمون الارباح 2-2 لواحد على التوالي كده. قرر الشركاء التصفيه وقد ظهر المركز المالي في تاريخه كالتالي: اصول ثابته، كل اصل وليه مخصص اهلاك زي ما احنا شايفين، واصول متداوله وفي خسائر مرحله، وهنا حقوق ملكيه كل شريك، وحسابات جاريه دائنه، ومخصص ضرائب ودائنون. طيب فاذا علمت ان المتحصل من بيع الاصول وتحصيل الديون 30,000 جنيه، هوبا ده هنا بص جاب لك كله شاك براكب، كله شاك براكب في بعضه، اصول بمدينين كله 30,000 جنيه، بلغت مصاريف التصفيه 6,000 جنيه والضرائب المدفوعه 4,000 جنيه، تم سداد الدائنين بالكامل، المطلوب اجراء قيود اليوميه للتصفيه وتصوير حساب التصفيه تمام. طيب من غير ما نرجع للحل، تعال نشوف احنا كده بالبلدي هنعمل ايه. بالبلدي هنجيب الاصول كلها ونرميها بارقامها في حساب التصفيه، وبما ان الاصل هنا مدين، الاصل بطبيعته مدين، وانا عايز اصفره، هرمي كل الاصول واحولها للجانب الدائن وارميها فين؟ في حساب التصفيه. فطالما الاصل المدين ده انا عايز اقفله، فهيبقى كل الاصول دائنه وحساب المدين عندي حساب التصفيه، فيبقى اول قيد عندي من حساب التصفيه الى حساب كل الاصول كمذكورين، الى مذكورين حساب عقارات وحساب سيارات وحساب اساس وكل حاجه هو قال لي عليها تمام، كل حاجه هو قال لي عليها ان هو صفاها وباعها والمدينين تمام. طيب الخطوه الثانيه، ما باقي عندي انا كده خدت العقارات، خدت السيارات، خدت الاساس، ما خدتش المخصصات بتاعه كل واحد فيهم، هعمل ايه؟ القيد الثاني، القيد برضو بالاجمالي ازاي؟ هيبقى من حساب مخصص الاهلاك الفلاني والعلاني مذكورين، من مذكورين مخصص اهلاك العقارات، مخصص اهلاك السيارات، مخصص اهلاك الاساس، وهقفله كله في حساب التصفيه. فيبقى عندي كده حساب التصفيه في الجانب المدين فيه قيمه مجموع الاصول اللي هو قال لي باعها وصفاها ولم مديونيتها، وعندي حساب التصفيه في الجانب الدائن كل مخصص الاهلاك تمام. طيب هو باعها بكام؟ ب 30,000 جنيه باعها، وحصل الديون كلها كله على بعضه شك براكب بكام؟ ب 30,000 جنيه. يبقى القيد بتاعي من حساب النقديه اللي زادت عندي الى حساب التصفيه تمام. وهشوف بقى دلوقتي ايه الحساب الجانب المدين اللي فيه مجموع الاصول اللي الراجل ده اللي موجوده في قائمه المركز المالي، وحساب مخصص الاهلاك او الجانب الدائن اللي فيه مخصص الاهلاك مع النقديه كام، واشوف نتيجه حساب التصفيه كام. تعالى كده، اجراء قيود اليوميه وتصوير حساب التصفيه، الحل اهو، من مذكورين
هنقفل مخصصات الإهلاك كلها، مخصص إهلاك عقارات برقمه، مخصص إهلاك سيارات برقمه، مخصص إهلاك الأساس برقمه، مخصص ديون مشكوك فيها برقمه من مذكورين إلى حساب التصفية بالإجمالي. يبقى أنا كده قفلت كل المخصصات ورميتها في الجانب الدائن في حساب التصفية. طيب بعد كده نقفل الأصول من حساب التصفية إلى مذكورين: عقارات، سيارات، أساس، بضاعة، مدينون. اللي هو إيه؟ اللي هو قال لي عليهم، هو باع كل الأصول وحصل كل المديونيات بقيمة قد كده. تمام؟ يبقى أنا كده عندي الجانب المدين من حساب التصفية ظاهر فيه إيه؟ ظاهر فيه إجمالي الأصول اللي عندي. طيب تالت حاجة الفلوس اللي أنا حصلتها لازم أثبتها. أثبتها إزاي؟ من حساب النقدية إلى حساب التصفية. تمام؟ طيب فبقى عندي تاني حساب التصفية الجانب المدين اللي على يمينك وانت قاعد كده حاطط الورقة على يمينك. تمام؟ هيبقى فيه الجانب المدين كل الأصول اللي أنا اشتغلت عليها، والناحية التانية على ايدك الشمال الدائنين أو الجانب الدائن كل مخصصات الإهلاك وتحت منها النقدية اللي أنا حصلتها نتيجة بيع الأصول. طيب وفي مصاريف تصفية، مصاريف التصفية دي دفعت نقدا، دفعت نقدا يبقى من حساب مصروفات التصفية، لأن المصروف طبيعته مدينة ولأن النقدية أصل مدين ولما هتقل هتبقى دائن، فهيبقى القيد الطبيعي من حساب مصروفات التصفية إلى حساب النقدية اتدفعت مصروفات التصفية. طيب هنقفل قيد مصروفات التصفية فين؟ في حساب التصفية. ما أنا كده أثبتته كمصروف للتصفية، أثبتته على حساب اسمه حساب مصروفات التصفية ودفعته نقدي. تمام؟ وأنا أصلا خلاص بقفل الشركة، فكل حساب هفتحه هقفله، هقفله. تمام؟ فأنا فتحت حساب اسمه حساب مصروفات تصفية، هقفل حساب مصروفات التصفية ده في حساب التصفية، فيبقى من حساب مصروفات التصفية إلى حساب التصفية، إغلاق حساب مصروفات التصفية. تمام؟ طيب وعلينا ضرائب هندفعها، علينا ضرائب هندفعها. القيد ده غلط، القيد ده غلط، القيد ده المفروض من حساب التصفية إلى حساب مصروفات التصفية، من حساب التصفية إلى حساب مصروفات التصفية، علشان مصروفات التصفية هنا مدينة وهنا كمان مدينة، ما ينفعش هنا المصروف طبيعته مدينة ولما بقفله بغير طبيعته لدائنة، فهيبقى القيد بتاعي القيد ده غلط، هيبقى من حساب التصفية إلى حساب مصروفات التصفية. تمام؟ طيب علينا ضرائب هندفعها، هيبقى القيد بتاعي من حساب مخصص الضرائب إلى حساب النقدية بالمبلغ. وفي فرق بين المستحق والمخصص، 1000 جنيه يعتبر ربح، في فرق 1000 جنيه يعتبر ربح. تعال نشوفها دي، هو هنا بيقول لك إيه؟ أولاً هنا أنا كنت حاسب الضرائب بتاعتي أعلى، فأنا عامل مخصص هنا للضرائب 5000 جنيه. تمام؟ عامل مخصص للضرائب عشان لما يجي يقول لي ادفع الضرائب يبقى انا شايل فلوسها على جنب وعامل حسابها. عامل حسابها بكام؟ ب 5000 جنيه. لما الضرائب خدت علم ان انا بقفل قالت لي لا تعالى عشان تدفع الفلوس اللي عليك الضرائب المستحقه، لقيت ان الضرائب المستحقه عندي كام؟ اهو بلغت مصاريف التصفيه 6000 جنيه والضرائب المدفوعه اللي انا دفعتها 4000 جنيه، 4000 جنيه. يبقى في ايه؟ في 1000 جنيه فرق ما بين اللي أنا شايله على جنب كمخصص واللي أنا دفعته. فيبقى الألف اللي أنا شايله كمخصص ده يبقى إيه؟ يبقى ربح. يتقفل فين؟ في حساب التصفية برضه. تمام؟ تعال نروح للقيد أهو، من حساب مخصص الضرائب، من حساب مخصص الضرائب إلى حساب النقدية. يبقى أنا أصلاً مخصص الضرايب عندي كان مفتوح في كام؟ بكام؟ في قائمة المركز المالي في الجانب الدائن
5000 جنيه، حطيته هنا في الجانب المدين بكام؟ ب 4000 جنيه، الفرق ما بينهم كام؟ 1000 جنيه، هرميهم فين؟ في حساب التصفية، يبقى في 1000 جنيه من حساب مخصص الضرائب 1000 جنيه إلى حساب التصفية. يبقى أنا كده عندي مخصص الضرائب اتقفل، 4000 جنيه راحوا النقدية اتدفعوا، و 1000 جنيه اعتبرتهم ربح في حساب التصفية. الدائنون دفعتهم كلهم، الدائنون دفعتهم كلهم، هيبقى القيد بتاعي من حساب الدائنون إلى حساب النقدية، كده أنا بصفي وبخلص خلاص حساباتي وبخلص الأرقام بقفل، تمام؟ طيب عندنا خسائر مرحلة، عندنا خسائر مرحلة في قائمة المركز المالي، لو رجعنا لها هتلاقي فيه خسائر مرحلة بقيمة 50000 جنيه. اسيبه، قمت مديله، رحت مديها للشريك الف وب وجيم، ومقللها من راس مالهم، وانا يعني هعمل بيهم ايه؟ افضل مخليهم؟ لا، هاخد الرقم ده واروح مقسمه بنسبه 2 ل 2 1 زي ما هو قايل لي في راس التمرين من فوق، وهقلل بيهم راس المال، يبقى 20000 20000 10000 اللي هي الخسائر المرحله، تخص الشريك ألف وتخص الشريك ب وتخص الشريك ج إلى حساب إيه؟ الخسائر المرحلة. وبقت الخسائر المرحلة هنا أهي دائنة، وهي أصلا مذكورة في الجانب المدين نفس القيمة، يبقى كمان هي صفر. طيب تعالى نشوف بقى حساب التصفية ونشوفه بقى إيه أو نتيجته إيه. الأصول بتاعتي، الأصول بتاعتي مجموعها 126000 جنيه. الاصول بتاعتي اللي هي ايه؟ اهي. لما انا جيت عملت القيد جمعت العقارات، السيارات، الاساس، البضاعه، المدينين. قال لي انه باع كل الاصول وحصل كل المديونيه. يبقى كل ما هو اصل ومدينين هيتحط فين؟ في حساب التصفيه، اللي هو مجموعها كام؟ 126000 جنيه، وكان أول قيد معايا، تمام؟ يبقى نرجع تاني كده لحساب التصفية، أهو إلى مذكورين كل الأصول 126000 جنيه كإجمالي. طيب وتحت منها يتحط إيه؟ يتحط مصروف التصفية، مصروف التصفية اللي أنا دفعته، تمام؟ يبقى مجموع دول كام؟ 132000 جنيه. والناحية التانية دول ايه؟ من مذكورين التصفية، دول مجموع المخصصات الإهلاك. تعال نشوف أهو، أول قيد من مذكورين مخصص إهلاك كذا، مخصص إهلاك كذا، مخصص إهلاك كذا، مخصص ديون مشكوك فيها، دول مجموعهم كام؟ 51000 جنيه. في أنهي جانب؟ في الجانب الدائن من حساب التصفية، فأروح أقف على الجانب الدائن وهكتب سبب اللي خلاه دائن، هو التصفية من مذكورين أو مخصص الإهلاكات من مذكورين 51000 جنيه اللي يخصه الإهلاك كله اللي مذكور في قائمة المركز المالي فوق. طيب أنا بعت الأصول اللي هي هنا دي، اللي هي دي 126000 جنيه ناقص ال 51000 جنيه، بعتها بكام؟ بعتها ب 30000، بعتها ب 30000 جنيه، يبقى من حساب النقديه 30000 جنيه. طيب في 1000 جنيه الفرق ما بين ال 5000 المخصص وال 4000 اللي انا دفعتهم للضرايب، في 1000 جنيه اعتبرتهم ربح، فهتروح فين؟ قفلتها بقيد في حساب التصفيه اللي هو فين؟ اللي هو اهو، من مخصص، من حساب مخصص ضرايب الى حساب التصفية في الجانب الدائن، يبقى هرحل 1000 جنيه في الجانب الدائن واكتب مخصص الضرايب كأرباح، تمام؟ طيب دول مجموعهم زي ما قلنا 132000 جنيه، دول مجموعهم 132000 جنيه، ودول مجموعهم 51 52 82، يبقى الباقي كام؟ 50000 جنيه. يبقى هحط التوتال هنا زي ما متعودين نرصد، 132000 جنيه في الجانب المدين مجموع، و 132000 جنيه في الجانب الدائن،
ناقص مجموع اللي فوق دول اللي هما 82,000 جنيه، يبقى انا معايا كام هنا؟ 50,000 جنيه خسائر التصفية. 50,000 جنيه خسائر التصفية. هاخد ال 50,000 جنيه ووديهم كرصيد مرحل 50,000 جنيه، وهاخد ال 50,000 جنيه واقسمها على الشركاء 20 20 10، كل واحد على حسب نسبته، وكانت النسبة 2 2 1، فهاخد ال 50 اقسمها على الشركاء علشان حساب التصفية يصفر معايا 50 و50. يبقى انا كان عندي خسائر مرحلة في قائمة المركز المالي 50,000 جنيه، ورحت موزعهم على او مقلل بيهم حصة كل شريك في رأس المال، تمام، اللي كانت مذكورة في قائمة المركز المالي فوق. لما جيت خلصت حساب التصفية لقيت ان كمان في خسائر تصفية كام؟ 50,000 جنيه. هعمل ايه؟ هعالجها بنفس الطريقة، هقلل بيها حصص الشركاء اللي موجودين من رأس المال بتاعهم، فيبقى من حساب رأس المال، لأن رأس المال حساب طبيعته دائنة، لما هيقل هيغير طبيعته ويبقى مدين، فيبقى من حساب رأس المال شريك ألف وب وجيم. لو لاحظت إن في جاري الشركاء في حساب جاري الشركاء الدائن، يعني كل واحد فيهم ليه فلوس، كل واحد فيهم ليه قيمة اهي 5000 و3000، ألف ليه 5000 وب ليه 3000، هندفعهم من النقدية اللي عندنا، 5000 و3000 يبقوا 8000. لاحظت في المثال ده هتلاقي إن في 50,000 جنيه خسائر مرحلة هنا اترحلت بنسبة إيه؟ 2 2 1، يعني 20,000 20,000 10,000 لكل شريك، أدي وقللتهم منين؟ من رأس المال. فيبقى راس المال عندي هنا ادي 20,000 طارت من الشريك الف، و20,000 طارت من الشريك ب، و10,000 طاروا من الشريك ج، تمام. وبعد ما عملت حساب التصفيه طلع لي كمان خساره كام؟ طلع لي خساره 50,000 جنيه، هقسمهم برضو على حقوق الملكيه واخدهم من ال 20,000 اللي هنا، فهيبقى هنا 20,000 من هنا من الخسائر المرحلة دي، و20,000 من خسائر كمان التصفية، هيبقى المبلغ ده صفر، وهنا نفس القصة المبلغ ده صفر، وهنا نفس القصة المبلغ ده بقى صفر. خدت منهم الخسائر المرحلة وخدت منهم كمان الخسائر بتاعت التصفية، هيبقى لي ايه؟ هيبقى لي حسابات جارية، هيبقى لي حسابات جارية اللي هو ايه؟ شريك ألف ليه 5000 جنيه هياخدهم، الشريك ب ليه 3000 جنيه هياخدهم، وكفى الله المؤمنين شر القتال. خلاص كده ما عنديش حاجة تانية. وبكده نبقى خلصنا الفصل السابع بتاعنا، وأرخم ما فيه هو حتة حساب التصفية، هو حساب إعادة التقدير، برمي الحاجة فيه، الفرق بس إن أنا بخلي كل الحسابات أو بعمل كل القيود بتاعتي اني حساب الحساب الاصول كله يبقى صفر، حساب الاهلاك كله يبقى صفر، حساب كل حاجه بخليها تبقى صفر عشان ده اسمه التصفيه، وما بخليش اي حاجه غير حساب النقديه. طبعا هتظهر مشاكل وهنعالجها، خليها دي في المراجعات النهائيه اللي هتبدا الاسبوع الجاي باذن الله، وهندوس اكتر في حساب التصفيه وهناخد امثله اكتر. ما تنساش لايك الفيديو وتسيب لنا تعليقك تحت وتسبسكرايب القناة على اليوتيوب. اشوفكم المرة الجاية على خير ان شاء الله. اتمنى نكون سبب في كام درجة تجيبهم ان شاء الله زيادة، ما كانش بنطمع والله ان نكون سبب في تفوق، يعني بنطمع ان انت تجيب تقفل المادة باذن الله، وخصوصا ان هي مادة تستاهل ان انت تقفلها بجد، تستاهل ان انت بتجيب فيها الرقم النهائي باذن الله. باذن الله استنونا في المراجعات النهائيه، وما تنساش تقول لنا عايز المراجعات شكلها عامل ازاي. شكرا ليك والسلام عليكم.